عارف يا اسطى، حلقة النهاردة عن مرض موجود في 99% من البشر، منتشر جدا، صعب انك تلاقي حد بيستخدمه صح. تعرف ان الكلمة تقتل؟ دكتور قال لمريض انت هتموت بسكتة قلبية، كملت شهرين وحصلت الراجل دوت مشكلة في شغله، نام ما مش واحد عارف ان ابنه بيشرب سجاير، صح عامل النوم وقال له انت بتشرب سجاير؟ قال له ما انت بتشرب. الراجل ده بطل سجاير. كلمة بتقتل، بتغير. واحد عرفته قال لي ان مراته كانت وحشة جدا معاه، جه في مرة قعد معاها وقال لها شكرا، شكرا على الحاجات الحلوة اللي بتعمليها معايا، وقعد يعدد لها كذا حاجة هي أصلا ما بتعملهاش. عارف الست دي وصلت فين دلوقتي؟ بتحاول ترضي الراجل ده بأي طريقة. عارف ليه؟ عشان استخدم الكلمة صح. كلمة سلاح ذو حدين زي ما بيقولوا. افتكر موقف واحد كان طول فترة شغله وهو ماشي يسلم على الراجل بتاع الامن ويمشي، جه في يوم اكتشف ان في حاجة غريبة، هو ليه ما عداش عليا؟ اتصل بزمايله وعرف انه كان موجود، هو مروحش، دخل ولقى محبوس جوه في الثلاجة، كان خلاص هيموت. الكلمة بتقتل وبتغير وبتحيي. أنا فاكر مرة كان في عملية صعبة جدا والمريض كان شايل همها قوي، دخلت عليه الممرضة قالت له ياه ده انت حظك في السما، النهارده عندنا دكتور جاي من بره، تعالى. الله يسعدك حبيبي. انا ماشي يا اسطى، الكاميرا هتمسك. والله يا اسطى براحتك، انا ما عندي يا اسطى براحتك. انا فاهم قصدك، هو يا اسطى البيت يعني مش هبقى تاكل لسه كل حد شغل براحتك. انت بتقول لي ليه يا ابني؟ انت راجل انت معدت الدنيا في ايه؟ عشان لما حد يتكلم حط صباعه في ايه؟ ماشي وصلت. بس عايز حاجه؟ ليه؟ قالت له انت حظك من السما، عندنا خبير جاي من بره النهارده وهو اللي هيعمل لك العمليه، هتطلع منها سليم، لأن بيقولوا إن إيديه خدت على العملية دي كتير. المريض بعد ما كان شايل همها انبسط ودخل العملية وهو مرتاح، مع إن ما كانش فيه خبير ولا أي حاجة، بس الكلمة بتريح. للأسف دلوقتي ما بقيناش نعرف نسكت، كلنا بقينا نتكلم، محدش مقدر قيمة الصمت، قيمة السكوت، الهدوء. بقينا نتكلم في أي حاجة، حتى الحاجات اللي ما تستاهلش إننا نتكلم. أسكت؟ أنت عايز نقول عليا عبيط ولا إيه؟ هي ليه انت هيبتك بتروح؟
أول كلمة بتنطقها من بقك يا تنقي كلماتك يا تخرس خالص. اختار الموضوع اللي هتتكلم عنه، متبنوش الخرس سعر، متفضلوش كده رايحين مع الرايحين وجايين مع الجايين زي القطيع بالظبط. بتتساءل، انا ما عنديش محتوى اقدمه بس عندي كلام كتير عايز اقوله. كنت قاعد مع واحد خنزير يقول لي هو انا مش فاهم ليه بندور للناس دي على علاج؟ ليه نفضل نخترع في علاجات وبتاع ونقضي على الجين ده كله؟ خلي مريض السكر ما يتجوز، هي كلها عمليه نعقمه بس نخليه ما يخلفش عيال عندها سكر. وليه يا عم ندور على مريض الضغط بدل ما نديله علاج نأثر في عمره ونخليه يروح؟ خلينا نفضل اصحاء. ليه يا عم الفلوس اللي بتصرف دي كلها على العلاج؟ وليه يا عم نعالج المرضى دي ما نسيبهم كده يموتوا؟ ليه نفضل نجري ورا حاجات مش في ايدينا يعني؟ ما ربنا ادرى بيهم، لو كان عايزهم يكملوا ما كان خلاهم يكملوا لوحدهم. ان هو خلاص مريض يا عم، ربنا رزقه بمرض، ليه نفضل نديله في علاج ونعيشه كده مريض؟ الحقيقه ان انا وقفت افكر في كلامه كده وما لقيتش حاجه ارد عليه بيها. اخترت الصمت عن اني ارد على واحد زي ده. حتى انا كمان لازم اسكت ومحدش يسمعني يحس.